أنا بفرجيكم. دودو، مرحبا ست ماثور، كل شيء تمام؟ ليش فايقة بهالوقت المتأخر؟ متوقع مني اطلع من البيت عن جد؟ ها؟ أنا متأكدة إنه أنت والمغرورة صرتوا حلف ضد بنتي. روح واحتفل إنه نحن حنصير بلا مأوى. ما بعرف عن شو عم تحكي، معلش تفهميني؟ هذا البيت ما عاد ملكنا بعد اليوم. فيديكا عطته لقرايبين نيشي مهر. شو؟ شو السبب؟ السبب كله عمتك بيملا، هي أكبر مشكلة بحياتنا كلها. هي حرضت السيد شارما يطلب البيت مهر، بالآخر أخذت كل شي عنا، وبسببها هلأ نحن بلا بيت. يا ريت تطلع من حياتنا. لهذا السبب اجت عمتي لهون، وهي خطة تانية لحتى ترجعني على البيت. أخذت البيت من فيديكا لحتى تقطع الطريق علي مشان ما ضلني مستأجر هون. لا، مو ممكن، ما رح أسمح لك تنجحي بهذا الشي عمتي. هلأ فيديكا صارت حبيبتي، ما عاد رح أعطي فرصة تواجه مشاكل بسببي. وإذا عمتي زعجت فيديكا مرة تانية رح يكون شغلة معي بالأول، وما رح يهمني إذا قطعت سيرتها فيني ولا لا. أنا بشوفك مثل ابني سهيل، وبعرفك كتير منيح كيف بتفكر. أنت معتقد فيك تعمل يلي بدك يا معي، بس هالمرة رح تخسر قدامي. بيديك يا ماثور ما رح يكون عنده بيت، يعني رح يتشردوا، وما عاد عندك خيار غير إنك ترجع على هذا البيت. خود سهيل، أنا ما عم بقدر نام من تفكيري بالقصة يا رجل. فكر بالموضوع، أنت مرة لحالها وأمها معها وبنتها ومستأجر عندهم، غريب كتير، مو ظابط الموضوع. تاران أنت ما عم تفهم القصة، فيديكا علقانة بمشكلة كبيرة، ما عندها مكان تسكن فيه، وين بدها تروح هي وعائلتها؟ وما معها مصاري تشتري بيت جديد، وأنت بتعرف حالتي المادية. أنا هلأ بوضع كتير صعب، أنا تحت خط الفقر وما في مصاري بحسابي. عندي فكرة منيحة، خد مصاري من ديباك، بسيطة. عن جد فكرة كتير حلوة. عمتي عم تراقبني مثل الصقر كل ثانية، إذا عملت هيك بتكشفني. ما ضل شي فينا نعمله، مستحيل. ما في شي مستحيل. عمتي حطت ببالها تخرب حياة فيديكا، رح لاقي لها حل بعدين، بس أنا هلأ بدي حل مشاكل فيديكا لأنه بدي إياها تكون مبسوطة. لهيك لازم روح دور عليها. أنا بحبها، أنا بحبها. أنا آسف. واحد سخيف، كنت عم أعترف بحبي لفيديكا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.